اروح اجيبه صح في لوحه. اوه ايوه الحين انا في ايش؟ في لوحه هديه كبيره. محمد ابو حسن تعال بسرعه بسرعه بسرعه. سم طلع ترى انا جايبه سواق بس ما يعرف يسوق. طلع كهني كهني اوديك واجيبك. تدري يا ابو حسن هذه هديه وصلت لك انت. نعم صفقوا. هذه هديه ابو حسن. شكرا. هذه لها لا يا لا والله ما يا حبيبي. لا والله يا حبيبي لا تستاهل. الله يسلمك. الله يسلمك. والله انت ابو حسن. لا والله بس بحب راسك على طيبك. انا كنت ابيها مزح اقسم بالله. لا والله لا والله لا والله انك الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك. الله يرحم والديك. ابيك تفتحها قدامنا. الله يرفع قدرك. اشوف فيها اكل ناكل معك. الله يرفع قدرك. حطها هنا في النص. انا يوم تحديتك انت ابيها تصير كذا. ادري ادري. هذا هديه جيب. خلاص طيران. يا غبي يا دلخ. طيب ماما شوي 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 انا قايل لك. لا 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 يا اخي حرام عليك يا اخي تفتري. طيب يا مرجان كيف ادري انا تفتري. فقع مرات تفتري. طاحت الكلمات بس حبيبي كلماتي يا عمده عمده تفتري. الرجال خليه يفتح حديده. طيب شوف اذا فيها اكل ناكل معاه. ما فيها اكل ما شاء الله. طرات شكلها تبين عليها. ما انت بصادق ما انت بصادق ما انت بصادق. جاك 30 كرتون المره اللي راحت يوم جاك فيه ولا اعطيتني ولا شيء. افضل اعلان تسووه. يا انا جديد هنا يا هو يا اخي الله ما نقول شيء. هو هذا شكل محمد السالم الظاهر. ما شاء الله ما شاء الله. طيب من هي منه؟ من هي منه يا مرجان؟ فقعت مرارتي. ما في هذا الغفار يا ابو. ما في هذا فقعت مرارتي يا عبد الغفار. والله انت لازم تصبر ان شاء الله اجر يوم الاحد شكلي انا بجاي ان شاء الله. بس ان شاء الله انا بس انا اخلص ان شاء الله. انت قطع الارزاق. روح والله روح بس روح والله انت بس اهم حاجه روح جيب اللوحه. روح جيب اللوحه يا حبيبي. روح جيب اللوحه هديه. ما حد مبسوط غير عبد ابراهيم النجاشي ترى. خلاص ما يفهم فقع مرارتي جايب انا عشان تعرفه. ايوه علمني اللي برد. وش اللي برد؟ ما شاء الله 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 ما شاء الله والله يستاهل والله. بيض الله بيض الله. اسمع لبيه ايش رايك حقاسم اخليك العمده اعطيني اياها. دن 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 ساعه قبل ساعه قبل اسمع لتحيه وخصم عشان الرشوه. هذا وش طيب؟ هذا طيب وهذا طيب. خاتم وباقي الهديه الثالثه. واشكرهم يا ابو حسن. اي والله شكرا. عطنا مقفاه. شكرا شكرا يا صاحب الهديه. والله ما ادري من انت لكن شكرا عشان نعطي الدرجات ونقيم ونمشي. مره شكرا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. تعال 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 بسرعه بالله عجل علينا ترى اعطيناك وقت زياده. يلا والله ظني اني درجت. شكرا شكرا. الله يستاهل يا ابو حسن. الله 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 اخيرا. كلام انا ما انا مخ ما في انت صح. هو كلام انا مجنون. يا قلبي انا في تعليم انا في شهاده كبير بقره يوس. هذا ايش هذا ايش؟ هذا هديه صوره لوحه. لا انت يا غفار. لا انت يا قلبي فتش الهديه وفتش هديه محمد الزعادي. خلاص يمكن فيها جوال. ما في جوال. فتش عطى الورده عطى الورده. اسمع يا ابو حسن سم. هذه ورده برضو من مع الهديه. هذه هديه لمن طيب مرجان؟ لو هديه لمن يا مرجان؟ هذه لها ست ايام اني والله داير حتى الريحه ما ادري هي فيها. ما عليك ما عليك ما عليك. طيب الله وجهك. هذه لمن يا مرجان؟ طيب الله وجهك. تعال الطيب يا حبيبي. عبد المجيد فك اللوحه. افك اللوحه وعلمنا من صاحبها. لا لا نفس التغليف. ايش في؟ لا مو بس اصبر اصبر. لا 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 نفس الت يمكن واحد ثاني. مين حق مين هذه؟ لا لا شوفها حق دقيقة. لا لا حد يشوفها بس خلي العمده بس تشوفها. كذا كذا لقيها. يلا يلا على بابك بس يا كريم. بس العطر ريحته حلو باخذه بعد الفقرة. الله 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 الله. ورنا ورنا. لا تقلق لا تقلق. عبد الاحسان لف كذا بشويش بشويش على العيال كذا بشويش. لا تحطها على لا اسمع من يوم رايح ما عاد في هديه تدخل على الفاضي. حد يصرح يا عيال. ايه ما في الا حد يصرح يا عيال. حد يصرح يا عيال. الله عليك يا كبير. ايش يا كبير؟ والله خشمك والله شيخ.
شيخ ابو حسن الله يسلمك والله شيخ تستاهل ابو حسن. لا بالله اخو خلاص يا ابو حسن. ابو حسن تعال هنا صوره 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 يا نجاشي صور هنا ولا هنا هنا ولا هنا. عين عين الحسود في ماسوره حسن هنا عين الحسود في تريلا تشيز واحد اثنين ثلاثه بمريم في بسم الله من عين من حسن. اسمع 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 بالله بالله ابو حسن اعطني اللوحه شوف ما شاء الله عطنا مقفاك والله شكرا. طيب من هي منه؟ عطنا مقفاك من هي منه يا مرجان؟ هذا من الناس تحبك ابو حسن هذا من مزاج يلا هذا من مزاج للسعاده ولا رصاصه صوبتني نص ساعه هذه نظره ولا رصاصه صوبتني نص ساعه والله خلاص 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 الحين نبارك بودكم كيف ادري من هي منها. طيب خلاص يا ابو حسن ابو حسن اعطيك العافيه حبيبي. السؤال اللي يطرح نفسه الحين الصوره وين بتحطها يا ابو حسن؟ عند سريري. ايه وان شاء الله يجيك ابو سلطان ثاني يوم بيجيني عند سريري. بيجيك عند سريري لا معلوم وش عند سريري ها وش هو يبغي الا انه في القناه. طيب